قصه القالب الدجاج البطاطا مع الدجاج المكسيكي مع ديالا ماجيك هيك مسحة رسول عملنا هيك ولا هي طلعت بالمنظر قبل ما تطلع بخمس دقايق قلت درنا عليها الجبنة الجبنة للتشدر والموتزاريلا ساحة وفل مش الحال هلا بدنا نعمل كعكة كعكة التمر مع الفواكه المجففة ونزينها برضو بالفواكه المجففة برضو بنزينها معلش وين نشرح بالضبط قبل الشرح بدنا ناخذ المقادير المقادير شو اوكي بلزمنا لهاي الكعكة ثلاث بيضات كبار زائد معلقة فانيلا تلت ربع كوب زيت نباتي كوب سكر ربع كوب عصير برتقال طازج معلقتين صغار بيكنج باودر ربع معلقة صغيرة بايكربونات الصودا معلقة صغيرة برشة برتقال معلقة صغيرة برشة ليمون كوبين طحين كوب مشمش مجفف كوب تمر مفروم كرامبري مجفف توت البري نص كوب جوز مفروم معلقتين كبار كاكاو كمية إضافية من الطحين لغمر الفواكه المجففة الصينية يعني بفضل يكون قياسها هاي المقادير لهاي الصينية 20 سنتيمتر بتخدم من 8 إلى 10 أشخاص ومدة الخبز من 40 إلى 45 دقيقة هلا شو عملنا حطينا الثلاث بيضات مع الفانيلا وبرش البرتقال والبرتقال البرتقال والليمون وحطينا الزيت والسكر ورح نخفقهم اوكي بس يخلطوا منيح طبعا رح نخفقهم على اعلى سرعه وبس يخلطوا منيح اذا حطينا البيض عصير البرتقال برش الليمون زيت النباتي وبعدين نحط هلا الطحين في معانا اتصال بس رح اخده اذا من اوكي خلينا ناخذ نيفين من الزرقاء يا نيفين مرحبا يا مرحبتين كيفك ديالا تمام كيفك انتي الحمد لله أخبارك؟ الحمد لله كيف الزرقة وأهل الزرقة؟ من الآخر ديالا ممكن بدي أسأل عن طريقة كرابيش الحلب؟ تسألي عن طريق كرابيش حلب أنا بتعرفي كرابيش الحلب؟ كرابيش الحلب؟ لا صراحة ما بعرف الطريقة يعني موجودة عندي بالنوت تبعي بس على الهواء لا صعب طب أنا إحنا عملنا كرابيش حلب على الهواء؟ عملناهم فوتي على صفحة رؤية فوتي على المطبخ حلويات شرقية ودوري أيوة. عليها تلاقيها اكتبي كرابيش حلب تطلع لك إن شاء الله إن شاء الله صحتين أيوة. وتذكرينا هلا هلا ستي هلا إحنا طبعا خلطنا آخر شيء الطحين ورح نقسم حطينا الكاكاو في بولة تانية ورح نقسم الخليط نصين الألوان تعملين عشان يكون في عندنا لون أبيض ولون كاكاو نوف موجه لك تحية عم تحضرنا من السعودية وفي سلطانة الحربي من السعودية عم تحضرنا بتقول أنا أمي أردنية تعرفين الأغنية أنا أمي أردنية هذبت لي شماغي الأحمر حلوة هالغنية هلا رح نجمع بين التمر والفواكه المجففة يلا اجمعي وانا باخذ ابتهال من اربد اوكي ابتهال الو مرحبا مرحبا بك كيفك انا منيحة وانت كيفك منيحة يا احلى اردنية يخلي لي اياكي يا احلى اردنية انت كمان الله يسلمك يا رب هلا فيكي كيف بحب فيكي طوابعك الكثير يعني لا هو هذا الصح الله يسعدك لما تسافري برا دائما اللي بكون حافظ على اصله وحافظ على لغته ولهجته صح الله يسعدك وشكركم على البرنامج كثير كثير وعلى الاكلات الطيبه شكرا لك يا ابتهال كلك زين الله يسلمك يلا يعطيك العافيه الله يعافيكي يلا قولي لنا شو عم تعمل هلا نحن الفواكه المجففه نزلناها اخر شيء طب بعد ما غبرناها بالطحين هي والتمر وقسمناها اسمين اسم مع الابيض واسم مع الاسود هلا شو رح نعمل طبعا هاي ما اليوم اربد تكسب على فكره ايش اتصالات من اربد ومن جراش وهيك ولانا كمان الروسان هي كمان تبعت لنا
طبعا هاي ديالا والمشاهدين محطوط عليها زبده ومرشوشه بالطحين. رح ناخذ معلقه ابيض. عالية الدويري بنصبح عليها، محمد العباس، ومعلقه اسود فداء المغربي. يلا شو عم تعملي؟ هلا احنا عملنا معلقه ابيض معلقه اسود هيك على جنب بعض، بعدين عملنا بالعود الخشبي حرف اس، خلطنا بيناتهم صار في عندنا شكل الرخام. يلا اوكي. هلا طبعا بقدره قادر برضه خبزه الكيك وصارت جاهزه. أوكي. رح نزينها بالفواكه المجففه، بس بالاول رح نزينها بالكريمه والكراميل. في على الفيسبوك زعلوا خضرة بقول ليش ما بتقري مشاركتي؟ معقول اقول زعلوا خضرة؟ اعطوني ام محمد من الزرقاء، اعطوني ام محمد. يعطيك العافيه. اهلا يا ام محمد، الله يعافيكي. كيفك ديالا؟ شو اخبارك؟ تمام تمام، انت منيحه؟ والله الحمد لله، احنا دائما نشوفكم الحمد لله مناح. ان شاء الله دائما بتكونوا مناح. ان شاء الله يا رب. بس والله حبيت بدي اشكركم على البرنامج، اشكركم على الطبخات الزاكيه، على كل شيء. شكرا لك، ونحن اللي بنشكركم انتم متابعين دائمين لقناه رؤيا ولبرامجها الحلوه. شكرا لكم. يا رب هلا، يعطيك العافيه. خلي لي اياكي. اوكي. لهلا عم بنزين بالكريمه والكراميل. هدايا العباس تسلم عليكي. بدنا نعمل هيك زي الله يسلمها يا ربي، وبدنا نعمل زي هيك دموع على ما يدور الكيكة. روان الفرحات كمان، حمزة روان. حمد يا حمزة. في معنا في معنا أصالة، بس مش نصري. أوكي أعطونا أصالة. ألو يا أصالة. ألو. ألو كيفك ديالا؟ أنا منيحة، كيفك أنتِ؟ الحمد لله. أمورك تمام؟ تمام تمام. من وين عم تحكينا؟ أنا من عمان. من عمان، أحلى عمان. يا أصالة. بس بدي أسألك عن طريقة البسبوسة. البسبوسة؟ البسبوسة سهلة كثير. سهلة كثير، على السريع يلا. في أكثر، يعني المقادير طبعاً مش معي، بس في أكثر من طريقة، في شيء بينعمل مع الحليب الناشف، في طريقة تقليدية اللي بتنعمل مع لبن وبيكربونات. بس ديالا؟ أيوه. بس لو هيك يعني بتمنى تكتبوها على الهواء. نكتبها على الهواء؟ لا تسووها تعملوها على الهواء. نعملها على الهواء، خلص لكان ما راح اعطيكي مقاديرها، راح نعملها على الهواء. ايوه احسن يا ريت. تكرم عينك ولا يهمك. ماشي مش تنسوا. شكرا أصالة، ما راح ننسى. سجلي عندك يا داليا، بدنا بسبوسه. اوكي طبعا هلا مرحله تزيين. حاضر. معنا ام محمد، دقيقه بس. اوكي. ام احمد. ام احمد؟ ام احمد. كيفك يا أم أحمد؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ تمام ماشي الحال. الحمد لله، كيف أمورك؟ والله أموري تمام، سمعنا هالصوت كيف الحلو. كيف أنتو هالجو البارد؟ نحن الجو أحلى جو، هذا حلو الجو صح؟ أحلى جو، إن شاء الله الله يعطينا المطر كمان. إن شاء الله. الله كريم. الله كريم إن شاء الله. معلش أحكي مع الشيف هنادي؟ هنادي معاكي. هنادي أنا مش الشيف. هي هنادي معاكي. تفضلي. أهلا مرحبا هنادي. يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا ربي. كيف شو هالحلو اللي عملتي لنا اياه؟ حلو عجبك؟ والله كثير. تسلم عيونك. بدي اسالك شغله. تفضلي تفضلي حبيبتي. عندي السكر بيبس لما اعمل كريم كراميل. السكر بيبس؟ تعملي كريم كراميل؟ ما يبس. يعني ايش قصدك، كراميل ولا كريم كراميل؟ لا السكر المحروق. السكر المحروق بدك تحطي عليه زبده وقشطه بصير كراميل. بعقد بصير كراميل. اخر شيء بتنزلي بالقشطه او الكريمه. يعني هلا بتحرق السكر على النار بيوصل للون العنبر، بيقولوا للامبر، وبعدين بتحطي عليه قشطه سوري زبده، بيعقدوا مع بعض، اخر شيء بتنزل عليهم بالقشطه. تمام تمام. اوكي ناخذ كمان اتصال. منى مرحبا. مرحبتين. كيفك ست ديالا؟ اهلا يا منى، كيفك انت؟ اخبارك؟ الحمد لله. بس بدي انبهك شيء لديالا. قولي لي. انت اكلتي من هذا الخليط تبع الكيك مش كويس. فيه بيض عادي، متعلمه عادي. وانا كمان يعني الله يسلمكم يا رب. حبيبه قلبي، هذا اسكي شيء بالكيك. انت بتحب تاكل هيك شيء ما بخليها تاكله. يي
انا هذا يعني حتى بترك اكثر من اللي بخبزه بالعاده. سلامة قلبكم. هذا اسكى شيء. الله يعطيكم العافيه. وهيني اهو قدامك ما مالي شيء. لا الله يا رب يسلمك ويسلمك معك يا رب. كلك زين. سلم اهل كل الشعب الاردني يسلموا ربي. ان شاء الله امين يا رب. الله يسمع. مع الشيف هنادي. هنادي معك. تفضلي انا معك. كيفك يا شيف؟ اهلا وسهلا. انا مش شيف حبيبتي. ما شاء الله عليكي ما شاء الله. تسلمي تسلمي. كلمه شيف صراحه بس بدي احكي لك شغله. كلمه شيف كبيره ما شاء الله عليكي. الله يسعدك. بس هي كلمة يعني شيف يعني ما بتلبق لأي حدا صراحة. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الله تسلمي. بدي أسألك سؤال. تفضل حبيبتي. الطحين نخلتيه نخلنا وحطيتي بيكنج باودر بيكنج باودر. مزبوط. هاي النقطة نسيت أذكرها على على طيب الهواء. تذكرينا إياها هلا. ايه. وسؤال ثاني لو سمحتي. تفضلي. بدي يكون منخول الطحين منخول مع البيكنج باودر والبايكربونات. البايكربونات ما بنكتر لأنه هي بتمرمر. بتمرر وبتغير لون. ما في ملح؟ ما في رشة ملح؟ في رشة ملح. هاي اختيارية بس عادة رشة ملح يعني بيستعملوها طيب. عشان تغير لون. لو سمحتي. تفضلي. معجون الفاهيتا وين بنجيبه؟ وإذا ما في شو البديل؟ ما اختياري. بتقدر تعتمدي على بهارات الفاهيتا. بهارات الفاهيتا معروفة اللي هي كمون وبصل بودرة وتومي بودرة. بس شكرا لك يا ستنا. طيب شكرا كثير. اهلا حبيبتي والله يعافيك. دائما تعالي يا هنادي. تعالي دائما هنادي. اكيد جير طلع تيجي عندنا. حاضر حاضر. في عندي سونيا ذكرني من السويد كمان وفي فرح طلال بتقول انا سعوديه وامي اردنيه. شفتي كله يحيى الاردن. الاردن اولا واخرا. ايه صبح عليكي. تسلمي يا ايه. وجمانة كمان وعليا حجاوي. اهلا يا عليا. عليا اياد غندور. اهلا يا اياد. وعبود كمان. عبود الهدروسي. اهلا يا عبود. وردة في تربة مالحة. لا بدنا ياكي وردة في تربة حلوة. اياد غندور قلنا. احنا في نيتو لموزيكا. هلا احنا خلص وقتنا هيك. زينة الفواكه خلصناها حطينا هون بس عشان نورجي المشاهدين. حطينا هون الاناناس المجفف، قشور البوملة، المانجا المجففة، الفراولة المجففة. يعني تزيينها حكاية. هي تزيينها تروبيكال جاي هيك ستايله هيك خفيف دم والوانه مفرحة. والفواكه المجففة كتير مفيدة يعني اذا ما اكلناها مع الكيك بنقدر ناكلها هيك نقدر لحالها. بالضبط. هنادي يسلموا ايديك. ديكي ديالا. تفضلوا شباب معزومين على الغداء. تفضلوا. صور يا مصور وعلي يا صحافة. رؤيا رؤيا فوق. انسينا نحط الجوز يا ديالا. عادي وين بدك؟ عادي هيك الناس بتعمل عندكم؟ على الجو على هاي؟ لا لا الجوز جوا بقلب الهاي ديالا. بقلب الهاي.